اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. كريستيانو رونالدو يحرز هدف الحسم في مباراة البرتغال وسلوفاكيا بتصفيات امم اوروبا. رونالدو يحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء واحرز ايضا هدف الحسم الثالث في الدقيقة 72، كرة عرضية من الجبهة اليمنى من برونو ويسددها بمنتهى البراعة. أسطورة يا كريستيانو. كريستيانو يعزز رقمه كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف دوليا ب 125 هدف. الذهب لا يصدأ يا كريستيانو، ستظل دائما أسطورة، أنت لاعب لن تتكرر مرة أخرى.